معانا يا جماعه عم محمد حاله جلطه مخ او مش جلطه مخ، نزيف في المخ اللي هو اصعب من الجلطه، وما شاء الله عشان ابتدى بدري انا حبيت اوريكم التطور بعد ما خلصنا 3 اسابيع وبدانا الاسبوع الرابع، اوريكم بقى التطور. يلا نرفع ايدينا لفوق، نتني، نفرد، نفتح ايدينا، نقفل ايدينا، يلا نرفع رجلينا كده يا جماعة، كل الحركات ما شاء الله شغالة. ننزل رجلينا، نفرد ركبتنا، ناخد مشط رجلينا علينا لفوق. ايه رأيكم يا جماعة بجلطة مخ او نزيف في المخ ادى الى شلل نصفي بدأ بعد اسبوعين من الاصابة؟ الناس اللي بتبتدي بدري كأنه مفيش حاجة. يلا نقوم نقف، يلا نقوم نلبس السليبر بتاعنا. انا سايباه يعمل كده قدامكم يا جماعه عشان تشوفوا ما شاء الله ان هو بيعرف يوطي ويلبس لوحده. ما شاء الله، حد يصدق يا جماعه انه ما شاء الله الحاله دي كانت حاله نزيف في المخ؟ الناس اللي عندها جلطات وعندها نزيف تاخد الامل من عم محمد حبيبنا. احنا قلنا لازم نوريكم تطور الحاله والناس اللي بتبدا بدري بعد العلاج المكثف. يلا يا عم محمد بقى نوريهم المشيه الحلوه. براحتك براحتك خالص يا حبيبتي، ارفع رجلك ارفع رجلك، انا همشي معاك. نرفع رجلينا، يلا يلا يا عم محمد، لو ده ملخبطك ماشي مش مشكله، شيء يلا نمشي نمشي. برافو، انا عايزه اوريكم كل المراحل اللي احنا وصلنا لها. يلا تعالى تعالى، احنا عايزين نوصل لحد السلم. يلا يلا ما شاء الله بنطلع وننزل السلم. يلا ننزل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين، عشرة حكة اهو زي ما احنا شايفين، طبعا زيادة دكتورة والله ما شاء الله. ده كان نزيف المخ ما شاء الله. يلا نمشي، معلش نقعد على الكرسي يا عم محمد. اي ماشي، اي كرسي. ما عايزه اوريهم حالة جلطة المخ بتوصل لإيه. يلا نقوم نقف، ممكن نمسك الجهاز ده ونحطه بس. ده كان فيديو بسيط لحالة جلطة مخ يا جماعة، كل ما ابتدينا بدري كل ما النتائج كانت حلوة جدا جدا زي ما احنا شايفين. بشكرك جدا 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 انك شجعت الناس، والرساله اللي احنا عايزين نوصلها للناس، الرساله اللي احنا حابين نوصلها للناس في حالات جلطات المخ يا جماعه، كل ما هتبدا بدري كل ما النتيجه هتبقى اسرع وتاخد وقت يعني اقل ان انت توصل. احنا تقريبا احنا وصلنا خلاص للطبيعي زي ما احنا شايفين، وقفه طبيعيه ماشيه طبيعيه، طلوع ونزول، بيمسك بايده، متحكم في ايده، كل حاجه. كل ما انتوا هتبداوا بدري كل ما احنا النتائج بتاعتنا كانت افضل واحسن. كل يوم بدري في العلاج كل ما خلايا المخ هتقدر تعمل تواصل تاني مع الجهاز العصبي المركزي. اللي يقول لك اللي جات له جلطه اتشل ده كان في العصر الحجري يا جماعه، لا هو مش مشلول، هو يا جماعه واقف. نوري الفيديو ناحيه عم محمد، لا هو مش مشلول يا جماعه، هو بيمشي وبيتحرك. اللي بيجي له جلطه في المخ بيرجع يتحرك تاني لو ابتدى علاج طبيعي صح عند حد متخصص. احنا هنا طبعا انتوا عارفين ان احنا تخصصنا هنا، وانه انا ماجستير ودكتوراه علاج طبيعي مخ واعصاب جامعه القاهره في القصر العيني، فانتوا عارفين ان احنا هنا ده تخصصنا.
فلا اللي عنده جلطة مخ بيمشي زي ما صورنا لكم حالات النخاع الشوكي، بس المهم ان احنا نروح نبتدي بدري وعند الدكتور المتخصص في الحته دي، لان احنا دلوقتي بقينا تخصصات كثيره جدا يا جماعه. اتمنى ان كل الناس اللي عندهم جلطات يخفوا ويقوموا بالعلاج في وقت بدري، لان كل ما بدرنا كل ما الجهاز العصبي المركزي خد استجابه كويسه معانا.